الميزة هنا لما تيجي تبص كده على هناك، مفيش الا التراكين بس، التراك بتاع واحد منهم اللي هو مكتوب عليه وول مارت ده، ولا التراك عشان بيعمل ريجنريشن يعني كل فين وفين كده الفلتر بتاع السيراميك بتاع الاكزهوست اللي هو العادم، يعني في مادة اسمها دف دي زي بالظبط كده البولينا اللي هو البول بتاع الانسان بتاع زيها بالظبط، هو منها من هي اسمها بولينا، بتخش السيراميك وتتحرق مع الغاز علشان ما يطلعش ثاني اكسيد النيتروجين اللي هو الغاز السام. لو السيراميك ده لما تيجي تشوفه اللي هو فلتر السيراميك ده قد بالظبط صفيحة سمنة كبيرة مدورة، ولما تشوفه يمكن تفتكر ان ده طبلة بيطبل عليها، بس كله خرام رفيعة قوي كله سيراميك ده معمول يعني كتلة كبيرة من السيراميك وتقيلة قوي، ويخش فيها العادم من المكنة من الانجن، فلما تيجي تمشي ورا التراك من ورا ما تشوفش اي حاجة سودة طالعة منه، ما تشوفش دخان خالص، ولو حكيت صبعك على الماسورة بتاعت العادم من ورا ما تطلعش اي حاجة سودة خالص. دي تكنولوجيا الحديثة، ده التراكات الجديدة كلها كده، يعني لازم تكون دافع فلوس عليه. العيب فيه بقى انه بيخرب كتير، لان الفلتر ده لازم يتغير وكل كام يوم لو انت مش سايق مسافات طويلة، بس هو كل كام بياخد له ساعات شهر او اكتر، بتضطر تعمل له ريجينريشن يعني تسيبه كده، لو قربت منه هتسمع صوت عالي قوي، ولازم يبقى بعيد عن الناس خالص، والجنب بتاعه جنب اليمين بيبقى درجة حرارة توصل 550 درجة، يعني لو قربت منه شوية هتحس كأنك جنب جهنم. يعني دي الريجينريشن بيعمل ايه بقى عشان كده التراك فيه نوعين من الوقود، اللي هو السولار او البنزين، والدف اللي هو مادة عاملة زي البول كده بتخلطها انت هي بتحطها انت في تانك، ولما تعوزه تقوم داخلة جوه السيراميك وتسخن لك السيراميك قوي، وتترش على السيراميك تتفاعل مع ثاني اكسيد النيتروجين والفحم وترسبه وتحوله لنيتروجين، النيتروجين وثاني اكسيد الكربون اللي هو موجود في الجو العادي، النيتروجين اللي موجود في الجو العادي وثاني اكسيد الكربون موجود في الجو العادي وبخار ميه، فما تطلعلكش خالص هباب ولا عادم ولا تضر البيئه. دي تكنولوجيا حديثه، في التراكات القديمه ما فيش فيها الحكايه دي، بس ده بيكلف الشخص اللي سايقه، بيكلف الشركه، بس تكنولوجيا متقدمه. حكايه اليوريا دي او البولينا، هم استخدموا نظريه الكلى، الكلى اللي ما عندوش كلى سبب ان هو بيموت بفشل كلوي، ان النيتروجين في الجسم بيزيد فبيعمل بولينا. البولينا معناها الشخص النيتروجين في الامونيا اللي بتطلعها الكبد ما بتقدرش تسيب الجسم عن طريق الكلى، الكلى هي وظيفة الوحيدة اللي تخلصك من الامونيا، نحن بنسميها البول، تطلع في البول يعني. فلما يتخلص النيتروجين الانسان يقدر يعيش، لو الكلى فشلت الامونيا بتزيد والانسان يجيله غيبوبة ويموت. التراك ده شكله مش تراك بتاعي، بس ما فيش غيره، اول مرة اعرف ان هو الرخصة بتاعته بتقول انديانا. فدي نظرية الكلى، ازاي نظرية الكلى، فهم استخدموا نظرية الكلى في التراكات عشان يخلوا النيتروجين ما يبقاش موجود في الهك في الجو. لما تيجي تقرب عندها كده هتشوف السخنة دي، سخنة مولعة.